هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين يعتبر من التكلم فيما شجر بين الصحابة وكذلك الأشرطة؟ هل إيش؟ هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين؟ ما تدرسونه في المدارس ليس هو من باب الذم، وإنما هو من باب تعليمكم الموقف من هذه الأمور، تعليمكم الموقف من هذه الأمور لئلا تقرأوا في التاريخ ثم يصير في أنفسكم شيء. أنتم تدرسون هذا في كتب العقائد من أجل أن تتحصنوا من سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور في كتب العقائد للتحصين، ما هو للذم أو للتخطية والتصويب، لا، للتحصين، تحصين المسلمين من الوقوع في الخطأ في حق الصحابة. نعم، أحسن الله. فما يذكر في المدارس في كتب العقائد غير ما يذكر في كتب التاريخ. نعم.